الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين آمين. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه وزن مع كتاب البر والصلة، قال: باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمنه. قال: والدعابة مع الأهل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثنا أبو التياح اسمه يزيد بن الضبعي، يزيد الضبعي نعم من الصفات. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس من السبع المكرمين عن النبي الأمين، يقول رضي الله عنه: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كندي السلام، قال اخبرنا ابو معاويه محمد بن طريف ثبت في الاعمش ويضطرب في غيره. قال حدثنا هشام بن عروه حديثه في المدينه اصح حديث في البصره من الثقات. قال عن ابي عروه بن الزبير من الفقهاء السبعه، وكان ثقه ثبتا امينا تقيا نقيا صواما قواما. قال عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي سيدة نساء العالمين وهي أعلم النساء على الأطلاق، أنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. باب الانبساط إلى الناس، يعني التواضع والتعامل معهم برفق. وكان الرجل يقف مرعوبا امام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما انا رجل يعني من قريش، اكل جالسا واعيش عيشه العبد، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو عبد لله جل في علاه، يعني اعيش عيشه العبوديه لله جل في علاه، لا يترفع لا يتكبر، مع انه افضل الناس بل هو افضل الخلق اجمعين، وقال: انا سيد الناس ولا فخر. مع ذلك كان من أهم ما السمات التي كانت تعلوه صلى الله عليه وسلم التواضع للناس. فانظر هنا، قال أنس كان يخالطه، قال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمنا، يعني خالط الناس وأحسن إليه وكن أرفق الناس به وكن متواضعا، بشرط ألا يجرحوا دينك، لا تكلمنه ودينك لا تكلمنه، يعني لا تجرحنه. فمخالطة الناس ومحاكاة الناس على ما فيه من السوء أو من المعصية هذا ورم سرطان، والصاحب ساحب. أقول: خالط الناس لمصلحته وأنت بروحك تحلق في السماء، وليس بينك وبينهم من شأن ولا من مصلحة إلا الدعوة إلى الله جل وعلا وإلا استقامة أمره. وأنا سأقول كان يخالطنا حتى أقول أخي الصغير أبا عمير ما فعل النوائي، وهذا فيه مسائل كثيرة جدا من الفوائد. أول شيء تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعامل مع الصغار، حتى الأولاد كان يسلم عليه. وفيها تكنية الصبي أن يكني، فقال: يا أبا عمير فعلا غير. واستدل بعضهم برواية صيد الحرم المدني، وهذا خطأ، لأن النبي حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، لا يعضد شجرها ولا اختلخ لها ولا ينفر صيدها، وهذه معناها أنه اصطاده خارج الحرم ودخل به، أو اشتراه خارج الحرم ثم دخل به. وكلام عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن فيسربهن إلي فيلعبن معي. وطبعا هنا التماثيل، هنا اللعب، شوف كاد أشتغل، كان لي كنت ألعب بالبنات، البنات لعب اللعب، لكن هذه بعض العلماء قيادها وقال لعب من العين، وذا كان داء بالصحابة، ولذلك أسماء وغيرها قالت في عرفة: قالت فكنا نصيب الصبيان ونلهيهم بلعب الله. وللعلماء في مسألة التماثيل أنها لعبة تمثال التي تكون بالصبيان، أقوى ثلاثة: القول الأول أنها منسوخ، يعني هذا حديث منسوخ بالنهي عن التماثيل، وجبريل قال في البيت صورة فاطمسها في البيت تمثال فاكسره، وسبب ضلال قوم نوح صوروا لهم تلك التصاوير ونحتوا لهم تلك التماثيل، قالوا ننظر إليهم يشد اجتهادنا لما تقاعد العلم، بعد ذلك عبدوهم من دون الله، لكنهم قالوا ما نعبدوا إلا يقالون الله زوجهم،
وكذبهم الله جل وعلا وتمثيل هذه صور وبني على القول الثاني انها لو كانت ليست منسوخه القول الثاني قال الايه منسوخه فقالوا اذا كانت مهانه تجعلها وساده او يجعلها تشت نازل او يجعلها على الارض مفروشه جاز ذلك وقد قيل بل يجوز للاطفال بل يجوز للاطفال وهذا الصحيح لكن لابد ان تكون اللعبه من العهد يعني من القطن اما التمثال المجسم فلا حتى في هذا اقول بحرمته وان اقول صور فطرفيه حرام على الراجح الصحيح لكن هذه تماثيل اصله نهي في ذلك اصله نهي في هذا الفاظ مستنبطه التواضع احسن الاخلاقيات مشاركه الناس والانبساط لهم ومعاونتهم من افضل الطاعات دون ان ياتي على ديانه المرء جواز تقنيه الصغير يا ابا عمير ما فعلا يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم.